الموضوع عندما لنا عبر الهاتف من بغداد الخبير الجيولوجي الدكتور أحمد عسكر. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. عدد ضحايا زلزال المكسيك ارتفع بشكل سريع، ما هي العوامل التي أدت إلى ازدياد هذا العدد بهذا الشكل، عدد الضحايا، العوامل الجيولوجية؟ مساء الخير ست. المكسيك مثل ما ورد بالتقرير تعتبر من المناطق النشطة زلزاليا، بدليل وقوعها على ثلاث صفائح مهمة، هي صفيحة أمريكا الشمالية والقوقاز وصفيحة المحيط الهادي. الحقيقة أنه موقع هذه الموقع اللي حدث فيه الزلزال هو مباشرة على الحدود الفاصلة بين الصفيحة بين الصفيحتين. بالحاله الاعتياديه اي تصادم يحدث بين الصفيحتين يمكن ان يولد يعني زلزال، لكن الزلزال ما يكون كارثي الى درجه يؤدي الى هذه الوقوع الخسائر الكبيره، لكن هذه المره الصفيحه القوقازيه دخلت تحت الصفيحه النورث امريكان شيلد، فمن دخلت تحت طبعا هذه تنذر بكارثه كبيره لانه تكون شده التصادم كبيره. نعم. رغم انه عبوره الزلزال كانت على عمق كلش كبير. طيب دكتور، هل من المتوقع عاده بعد هذا، بعد ما شرحته، بعد هذه الكارثه متوقع اي هزات ارتداديه، ام اذا كانت لم تسجل الى الان فذلك يعني انه لن يكون هناك اي هزات ارتداديه؟ نعم، هو الشيء اللي غريب بالموضوع انه الزلازل القويه اللي تعبر حد السبعه او الثمانيه تعتبر من الزلازل المدمره القويه والكارثيه وتنتهي خلاص، لكن الغريب بالامر انه هناك زلازل تكون احنا زلازل بسيطه او قليله. هذه الزلازل اللي حقيقه كانت مرافقه للزلزال الكبير او نسميها زلازل ارتداديه، لكن بهذا الحجم من الزلازل اللي يحدث نتيجه وجود زلزال كبير، هذا اللي يبعث على الغرابه بالموضوع. شكرا لك على هذه المداخله الخبير الجيولوجي الدكتور احمد عسكر، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.